تمرين السنجل ارم ايلياك بول داون، واحمد تمارين لكل ما امارسه وبصوره على الستوري، بتجيني عليه اسئله انه شو الفرق بينه يا كابتن وبين تمرين اللاتس بول داون الواسع. في تمرين اللاتس بول داون الواسع ما حيكون التركيز لوحده على اللاتس، راح يشتغل مع الميد والابر باك. احنا لما تكون عضله اللاتس عضله ضعيفه ومو عارف تستهدفها لوحدها وبدك تعزلها مع اللور لاتس بحيث انها تعطيك ود اكبر، حتحتاج انك تعزلها بهذا الشكل بهذا التمرين. اول شيء بدنا نحاول ما ندخل السكابيلا او لوح الكتف في الموضوع او في التمرين، فحندخل شوي البطن للداخل بهذا الشكل. شوف وين المقعد، شوف وين البطن، شوف وين الكتف. هاي عملنا مد للعضله، ولما ننزل بنلاحظ انه الالبو الفتحه واسعه عشان نقلل عمل البايسبس، ونزلناها ممكن ننزل شوي بالكتف مع السحب، هذا حدنا. بهاي الحاله راح نستهدف عضله اللاتس لوحدها من غير ما ندخل معاها الميد او الابر باك، وبس هذا هو الهدف من التمرين. جربوه واتمنى انكم تستفيدوا من الفيديو، شير الفيديو. شكرا لمتابعتكم.